انا برايي انه تانجو كان عمل الى حد ما متكامل. طبعا في اخطاء لكن بشكل عام متكامل. يعني العناصر الاساسيه اللي بتكون منها العمل الفني موجوده. رامي حنا عظيم، رامي من كل النواحي عظيم، يعني التجربه كانت رائعه معه. انا بحبه كصديق كثير وكثير استفدت منه لرامي. كنت بحاجه كمان مثل ما استفدت بكثير مخرجين بحياتي، كمان يكون عندي تجربه مع رامي استفيد مثل ما استفدت مع ليس حجو. في كثير ناس استفدت منهم حتى لما ما نجحت معهم، استفدت مع علي معلوف كمان، استفدت مع كثير ناس، علي حبيب، سمير حبشي. ورامي كان عنده خصوصيه لانه رامي بيشبهني. رامي ممثل ومخرج وبيفهم وبيعرف الممثل شو بده، بيعرف شو اللي بيجرحه للممثل، شو اللي بحبه للممثل. صح. بالاخص هو اصلا ممثل عنده اخلاق. هيدا ساعد بنجاح العمل. طبعا اياد ابو الشمات اكيد عم بحكي ككاتب، طبعا كاتب تانجو، والتمثيل الرائع من دانا مارديني اللي كانت تجربه رائعه وصديقه وحبيبه وبحبها كثير، ومع النجم اللي بحبه كثير بس الخياط، صديق قديم من زمان بس توضطت علاقتنا مع بعض وكان في حب وراء الكواليس بيني وبين باسل خياط. هذا الحب ترجم بالشغل الحلو اللي بين على الشاشه. وعاده بالاعمال بتشوفي في على طول مشاكل وقصص، بيكونوا بالارض كثير اصحاب، يعني فكان في كثير في حب انه نلتقى مع بعض بالعمل ونكون موجودين مع بعض. ومع دانا ودانييلا اذا بدك الصغيره تبعنا اللي هي كانت اول تجربه لها، فكانت تجربه كثير رائعه وتوجت بانتاج كثير كبير. طبعا انا ماني موجود هون لبيض لشركه معينه، بس واضح بالعمل انه كان في انتاج ببين. كل ما كان يطلبه رامي كان موجود. فصعب تلاقي شركه تامن كل شيء لمخرج. 100% صح. فانا برايي كمان شركه ايجل فيلم هي الاساس في نجاح. صح كان على صعيد التسويق وعلى صعيد الانتاج.